بس ما لا توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاتكم بقناة هاتف الصغير، كما عودناكم بفيديوهاتنا الجميلة. اليوم مع تحدياتنا اليوم الوطني. اليوم فيديونا عبارة عن تحدي اليوم الوطني. كيف تحدي اليوم الوطني؟ تحدي اليوم الوطني صندوق فيه أوراق، الأوراق هذه كل واحد يختار له ورقة بالدور. الأول سعد، بعده بتال، بعده أنا، يعني حتى أنا معكم في التحدي. اللي يطلع لك في الورقة، الشيء اللي يطلع لك في الورقة تشتريه وتاخذه، أو عفوا إذا اشتريته تاكله، سواء يجوز لك ما يجوز لك أنت وحظك. خاف يطلع لي ليمون ما له شغل. عموما ترى كل شيء اخضر، هو كل شيء اخضر. يلا يلا سعد افتح 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 بسرعه بسرعه. يلا نغطي العلبه دي. هيا ان شاء الله. افتح افتح افتح. تفاح اخضر. تفاح اخضر. تفاح ايش؟ تفاح اصغر. يلا 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 يلا. شوف شرط شرط لازم تاكلها. هيا على البقاله. طبعا سعد اعانك. تفاح يا رب ما في تفاح. هنا هنا هنا. تعال تعال. لا حبه واحده. يلا امسك الحبه واحده عادي. يلا خذ خذ بكيس خذ بكيس حاسق. يلا سريع. هيا 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 هيا. ومن سوء حظه انه طاح بالشيء اللي ما يحبه. تفاح. يلا اثنين. هيا بسم الله. كيف طعمه؟ كيف طعمه؟ ما نشوف كيف طعمه. هيا اطيح. هيا شوف. لا تقول يا لا تقول يا على النعمه. كمل كمل كمل. ترى ما راح تكسب معنا. اللي شوفوا اللي بتطلع له اشياء ما يحبها ها وراح يكمل معنا وياكلها له جائزه. والله له جائزه. لا ولا تشكر. يا اخي شوف شوف كذا ها شوف ها 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 شوف. يا سلام. واحد اثنين ها. احسنت كمل. ود هي طعمه. كمل. مو لاين. هيا هيا هيا. يا واحد اثنين. تدري؟ يلا بس لقمه كبيره وخلاص. واحد اثنين واحد اثنين ثلاثة. ترى تخسر التحدي ونرجعك للبيت. طيب تخسر التحدي ونرجعك للبيت. يلا اللي بيصمم المعنى بالتحدي ترى له جائزة في آخر شيء. هيا كان طالع لي بخاري أخضر. ما فيه ما يبيعون عندنا. لو يقولون عندنا هنا بخاري اخضر عندنا زبطنا لك في الورق. يلا خلاص يا ولد. غمض غمض كذا غمض وكلها بس. والله تنزل تخسر التحدي وتنزل قسم بالله. كمل كمل ما في كمل خلاص. يلا هذه خلاص خلاص. يلا كملها كملها كمل اللي بيدك. هيا اللي بفمك. كم تخسر تحدي؟ قول انا خسرت التحدي. ارجع البيت. انا خسرت التحدي. قول انا خسرت التحدي. وبعدين تاكل قدام الكاميرا وانت فاتح فمك. هيا هيا كل كل وانت مقفل فمك. كل وانت مقفل فمك. لا ترى تخسر تحدي. لا خسرت التحدي يعني. لا خلاص باكلها. يلا يلا لا كل هذه. يلا كل واحده ثانيه. كل الصغيره دي. يلا هيا يلا هيا هي طعمه. كل الصغيره دي. يلا بسرعه. واحد اثنين ثلاثه. واحد اثنين
بسرعة. كل ما لك شغل فيه، ما لك شغل فيه، خله 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 يجي. ساعة صفر، يلا خلاص طشة طشة. طشة طشة، ما تبغاها طشة. يلا بتال الآن مع البطل بتال. يلا واحدة، يلا فك العلبة. الجميع واحد هذه بكاء تفاحة. ها بابا، ها الحين الحين انت وقتك، يلا خذ هذه خذ هذه. ها وشو بسكوت؟ والله حظه. شوف شوف شوف، اي اي بسكوت اخضر تشتريه من البقالة. والله دائما ترى حظه ممتاز. يلا 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 على البقالة، على البقالة. يلا يا بتال، يا عدي، يلا قوم قوم على البقالة. حتى عدي، يلا هيا عدي، خلينا نختار يا عدي. ها عشان خلاص، لا لا ينزل ينزل عدي. يلا قوم اخو، قوم قوم. يلا قوم، يلا انزل البقالة. هيا باب، هيا. والله عشانك ما جاي استجلس الصحيحة. يلا شو الحفظة يا ولد؟ يا ايش الحفظة ما شاء الله تبارك الرحمن. يا هيا روح، اي بسكوت اخضر اختاره بسرعة. بس ما اعرف، تعال انا اجيك، انا اجيك وراك انا. يلا لا مو الباب، بسكوت اخضر. يلا يلا التحدي على البسكوت ايش؟ يلا هيا معك كم؟ لا هي هنا هنا. أبسكيت هنا. فين؟ والله يلا كمل. تعال هيا. خلا خلا أخوك يأخذ اللي أبغى. لا يأخذ أكثر من واحد. لا واحد فقط. ولا تشتري أنت. بسرعة، اللي أخذته ما ترجعه. اللي أخذته ما ترجع. بعدين ما لي شغل، بسكوت غالي رخيص حظك أنت. إيش أبغى؟ ما لك شغل سعد. لو إني إنكار. ما لك شغل سعد. ما لازم تأخذ معاه. يلا يلا تعال تعال خذ 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 خذ. أنا اللي حاسب. يلا يا عط اخوك، جيب له جيب له اخوك، خذ 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 لك حلاوه. يلا اللي خسران، لا 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 خسران ما تاخذ، خسران ما تاخذ. طيب الان دورك، السحب عندي. بسم الله وعلى بركه الله ونقول متاخر شويه. يا رب حاجه ابوي ما يحبها. لا 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 احبها بس عادي. جرجير اشوف ما طلع لي جرجير جرجير. يلا يلا بنا نروح ناخذ من الجرجير. هيا هيا جرجير من هنا. هيا الان في طريقنا راح ناخذ الجرجير. اصدق اني احمد الله لان في شيء، لا في شيء انا الحين باقي، اني انا اللي حاط الاوراق. في شيء باقي انا واحد اصلا ما احبه، بس واحد عادي يعني، بس انا ما طيب، انا نفسي اللي يطيح فيه سعد. يلا باقي كم ورقة عندنا؟ باقي أربعة لا خمس، خمس ورق باقي. يلا بسم الله. هي رايحة أخذ الجرجير، جرجير عمي أبغى جرجير بالريال. جرجير مو في مخلص. مخلص؟ أي والله بالله مخلص. راح بقى ثاني مخلص من حظي. لا بس من حظي. طيب ليش ما من حظي انا ولا من حظي؟ حظك. مخلص الجرجير الحمد لله انك قاعد تصور يوم انك تطلب جرجير. يلا ونقول نقول ايش؟ مين؟ انا. الآن مين؟ لحظة لحظة لحظة. هل أنا؟ مين؟ أنا حاس عشان بتوجه كذا قبل الصلاة. حاس وش بتطيح فيه؟ يا رب إني يطيح بالشيء ونرجع البقالة على طول. يلا. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تسعة عشرة. يلا. هات الحرف الياء. يا رب يا رب. يا حرف اللام، يا رب إني بحرف اللام. يا رب إني بحرف اللام.
وين؟ عند أمي أخضر. أيوة عند أمي أخضر. عند أمي. لحظة لحظة لحظة. أيوة. حظك حظك. يلا يلا حظك حظك. نبي نرجع نفس البقالة دي عندهم؟ إيه. يلا. نرجع نفس البقالة اللي أخذنا منها قبل شوي. يلا. الحمد لله. يا ما شاء الله يا حظك يا حظ. اخيرا اخيرا عوضك الله. يعطيه يا حظ. يلا بسم الله. طب وين اكلها؟ اسويها؟ ها؟ اسويها؟ المفروض ان جايبين معنا مويه حار. مويه حار لكن عاد نسينا صدق. اخيرا حظي حلو. نحن وين؟ مويه حار. ابغى ابو علبه. اه يا ابو علبه دقيقه عشان ندوبني ما ادري وينه. يا حمد حين راح نتهاوش. كم يا ناقي حمد وين ندومي؟ ندومي اخر شيء يا صاحبي. اخر شيء ما في؟ في فعلا تعال. انا هنا ما في لا اه اه عرفت عرفت. اشوى اخر علبتين موجودة. من وين مو يحار؟ ابي قال لي شاكر. الحمد لله. طيب ابي قال لي جيب مو يحار بس ما ادري من وين. يا صورنكم انا كنا ناويين نروح محل بعيد بس في محل قريب علي خلنا نزرقه قبل الصلاة. الله الحين ببدأ اكل. انت مبسوط الحين ها؟ ايه. يلا ان شاء الله نلقى ورق عنب البتار ما غلق. بس طبعا المحل اللي نبن ناخذ منه ما نقدر نصور فيه فيه زباين كثير. الله الله يلا شوف اللي هنا ايش تبغى؟ تبغى النوعية ذي ولا ذي؟ ولا ذي؟ أتوقع أن النوع ذا ترى كويس. لا لا هذا حار. هذا حار. لا هذا ملفوف. تبغى؟ أي أنا مو حار. ورق عنب مو ملفوف. بس مو حار. لا مو حار. لا غرس جوا. أيوة غرس. يلا الحين أنت مبسوط بورق العنب؟ شوفوا كرفتة. يلا حتى كرفتة سحب عند مين؟ عند بوي. السحب عندي. بسم الله. أنا أبو هندي. يا رب. والله ولد. لا لا تنظر علي تنظر علي. زق. يا رب. أنا يوم الله فكني من ورق العنب ما أدري إيش الحظ اللي بيجي. هات هات ورني هات ورني. اللي كنت أتمناه لسعد. ليمون. أخضر. فك الله والله فكك الله. سيدرون كيف هي أصغرتك كده. قرب يا مبسوط. هذا ورق العنب. أكلت منه. أحس إنها خفيفة. شكلي بجرب. جرب يلا عشانك. لا وجبك كأنك ما تحبه. أنا والله ما أحب ورق العنب. ولا عمري كلت ورق العنب هاي. خلينا ندي. هلا امسك هادي. هاي ايه شفت ورق عنب؟ افتح الشباك ورني. خلاص شوف بالعافيه. لكن والله ان لو يجي فلفل اخضر ولا يجي ليمون ولا يجي كراث ولا يجي اي شيء تاكل تاكل. كراث ما ادري ايش ما له شغل. السالفه السالفه. انا مريت البقاله الصغيره دي عشان ما نلقى فيها ليمون. في ليمون يا شيخ؟ ليمون؟ اي ما في ليمون. ما في ليمون يا سعد. ما في يا سعد ليمون. لا ما في. ليمون اصفر. لا ليمون اصفر ولا اخضر. ليمون كله ما في اثنين ها؟ ما في ليمون. الحمد لله يعني حظي لا ليمون ولا هذا ها؟ يا حظك.
من له الحيلة فليحتال. يا خالد ليش حظك كذا؟ شوف شوف. طبعا انا عشان اعتبر انا لا 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 انا اللي بختار لك. انت شايف اول فيها شيء وحط علامة. والله ما شفتها. انا بقولها والاختيار انت سعد. لا الليمون خلاص راح وانا ما لقيت في البقالة. جيب جيب يا عيال يا عيال عصير. يلا مرة عصير عصير ها عصير عصير فلفل عصير ها عصير فلفل اخضر عصير ها. والله تجيب الحين فلفل اخضر باليوم. والله تجيب. يلا ابي مويه خضراء. ها في مويه خضراء عدد. يلا يلا جيب جيب فلفل اخضر يلا بسرعه. مو يا طيب. يلا جيب لي فلفل يحرقني. جيب لي بارد. طيب بارد. ايه كم ريال هذا؟ هذا كله بريال. خذ زياده صح. اقول لك شيء؟ ليش؟ ابى اختار لك. تدري؟ ابى اختار لك. لا انا ما صغيره. صغيره. بسم الله يا رحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اسمع. هلا. ترى اذا حار الفلفل. ايه. على طول كل وراها ايش اسمه؟ التفاح. لا ما ابغى تفاح. يلا ودي برادة. يلا ما في عندك مويه تعطي اخوك؟ يلا مفيه. يلا ما في مشكله. واحد اثنين ثلاثه بسرعه بسرعه ابلعها بسرعه بسرعه ابلعها بسرعه. لا مو عندي مو عندي. لا لا طالعيني 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 ها طالع هنا كمل. يو طيب طيب وش تبغى؟ براد براد. ابلعها ابلعها ابلعها. ترى انت خسران التحدي. بلعتها والله وري. وبعد ان استنى مضطر انك تاكل ورق عنب الحين. والله يبرد الفلفل عطو. جرب جرب جرب. ما احبه ما احبه. في رز بس هو رز من الداخل. هيا يبرد يبرد. والله يبرد ولا شيء. قتال انت والله المفروض انك ما تشتري ولا شيء. حظك ما شاء الله ممتاز. عجب هذا الحين. حظك جيد ما شاء الله. سعد. قتال. لكم خمس دقائق فالبقالة. لحظة لحظة. موية. لا 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 مو موية. تعال تعال. طيب تعال خليك معي خليك معي. ركز يا قتال. ركز ترى اللي تبي تشتريها برده. ركز معي. ويش؟ شيء اغلى. يبدا بحرف السين. كيف يعني؟ تشتري شيء مكون لازم يكون بدايته لازم يكون بدايته من اسم الملك سلمان. حرف السين. لا 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 ابدا كامل يعني الملك سلمان كم تكون من حرف؟ خمسة حروف. ايه. حلو. اللي تشتريه لك شيئين تتكون من اسم الملك سلمان من خمسة حروف. السين واللام والالف والميم ها والنون. يلا يلا بختار. الحمد لله. لازم يكون الملك سلمان حرف الميم. مويا. يلا يلا يلا. هذا ما يجي بالتال. هو بكيفه ما له شغل. يشتري ما يشتري ما له شغل. اي ما له شغل. انا كيفي. لا انا راح ارجعه.
شوف راح ارجع اذا اسمع اسمع لازم يكون بحرف السين لازم يكون بحرف السين ولا الميم ولا اللام ولا النون هيا يلا واحد مالك شغل سريع سريع معك خمس دقائق معك خمس دقائق يلا يا ترى انا معطيك ما شغل يا ولد بني انت بحايد اهلا وسهلا اهلا وسهلا طيب ايش اخبارك سريع 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 ترى ما يزعل يا بتالي اذا ما شريت شيء باقي الحين ثلاث دقائق لا يا شيخ الملك في حرف الميم صح 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 يلا 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 سلات كذكية مش تبغى تبغى كورة طيب يلا امسح امسح أكوار الله أكبر هذا ايش هذا ما هو بال ما هو بال بالكلمة اللي أنا قلت لك راح ترجع ما له شغل راح أرجع أنا ما له شغل ما له شغل برجع قدامك سرعة سيدم خذ سيدم خذ سيدم حبيبي مسدس ما مش ملك سلمان من وين أنت تجيبه ها أنت من وين تجيبه مسدس من نجابه؟ والله ما ادري من نجابه. ارلق على جنب هنا. يبه مو مددس. مددس؟ لبن. لبن 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 راح تصفرني انت اليوم يلا. اقلب ساعد بس يلا. هيا هيا هيا. هيا شباب. يلا. سريع. سريع. البان والله ما اسمه البان والله البان بس رد رد البان البان لا اسمه في حرف الالف لا 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 اسمه علكة حنا نقول ايوه البان. انت تقوله باللام وليس بالالف طيب الملك سلمان والله ما يعني مهما واحدة 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 يلا يلا انا واحدة اخذت انت ما اخذت البان طيب يلا جاء وقت المحاسبة خذ اللبن جايب لبن كبير ليش؟ ها؟ لا حد يغلق انا اشرب من حالي هذا يلا ها خلاص هذا اغراضك ايه شيل اغراضك معك ايه وانت؟ ها. وين اغراضك؟ الكره حقتك هذا لك انت؟ يلا ها هيا 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 إلى أن وصلنا نهاية هذا التحدي لا تنسون اللايك والسلام جلسة التنبيه أن ينصروا كل شيء إن جاذبنا في اللقاء إن شاء الله خلوكم دائم معنا لا تنسون اللايكات لا تنسون اللايكات لا تنسون اللايكات